منذ أن قطعت علاقاتها مع دولة قطر تحرص الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على تجنيب الشعب القطري سلوكيات حكومته العبثية وقد أكدت في أكثر من مرة أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية وتقديرا للشعب القطري اتخذت أيضا كل من البحرين والسعودية والإمارات كافة السبل لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة كما تصدت المملكة العربية السعودية لمحاولات النظام القطري في تسييس موسم الحج ومنع الحجاج القطريين من الحج هذا العام. الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تحلت بالصبر ما يكفي قبل أن تقطع علاقاتها مع قطر وتتخذ إجراءاتها بهدف إعادة النظام القطري إلى جادة الصواب بعد أن ارتدى ثوب المكر والخداع السياسي لسنوات طويلة. مرات ومرات كان الخطاب الموحد للدول الأربع. يرافقه خطاب موحد اخر موجه للشعب القطري الذي تعتبره جزءا اصيلا من المنظومه الخليجيه والعربيه وهذا يدلل على حرص الدول الاربع على ان لا يتحمل الشعب وزر حكومته وسياستها الهدامه وان في ذلك لا عبره للنظام القطري اولا الذي لم يراعي مصلحه الشعوب في فتره لهوه السياسي التي لم يسلم من شرها الشعب العربي برمته يتوازى مع اللهو في أروقة السياسة لهو من نوع آخر لهو إعلامي حملت لواءه قناة الجزيرة القطرية القناة الدولة هي بلا ريب مأمورة منذ المشأ لكنها بتكوينها أوقدت الفتن وحرضت على العنف وأشعلت المنطقة جحيما فما الذي استفاده الشعب القطري من الجزيرة فبمجرد أن تنتسب الجزيرة للأرض القطرية يضر ذلك بالمجتمع القطري بشكل مباشر وغير مباشر فما بالك وهي مدعومه وماموره وموجهه من نظام الدوحه وتعتبر المراه الاكثر عكسا لواقع النظام القطري والمتحدث بلسانه واصبحت تقدم مجتمعه بصوره غير مباشره كراع للارهاب وفي هذا حرج عظيم الدول الداعية لمكافحة الارهاب التي تطالب قطر بوقف دعم الارهاب هي نفسها التي ترفع الحرج عن الشعب القطري وتجرده من سلوكيات حكومته العبثية لانها تدرك بانه شعب له اصالته وامتداده وله عاداته وتقاليده التي عرف بها اهل شبه الجزيرة العربية. وتغديرا للشعب القطري اصدرت كل من المنامة والرياض وابو ظبي قرارات على مستوى قيادتها السياسية بشان مراعاه الحالات الانسانيه للاسر المشتركه وبعدما اتخذت حكومه قطر السبل كافه في تسييس موسم الحج الذي كاد ان يمنع القطريين من الحج اتخذت السعوديه بدورها السبل كافه في ان يصل الحجاج القطريون لمكه وقد وصلوا ملبين ويبقى السؤال الذي لم يستوعبه النظام القطري وفهم مغزاه أكثر من ألف حج قطري وصلوا إلى السعودية وغيرهم منعوا جراء تعنت نظام الدوحة ما هو العائد من كل تلك السياسات التي تبعد الشقيق عن أشقائه والدولة عن محيطها الخليجي العربي الاستراتيجي سؤال نستودعه ضمائر الأشقاء في دولة قطر